representative Federica Mogherini. طبعا ضمن هذا ال... and issued a declaration on the Middle East peace process. يوم الاثنين الماضي كان هناك اجتماع in Area C will significantly increase economic opportunities. C مناطق جيم راح يساهم بشكل مباشر particularly in Area C. هذا الدعم هو ضمن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الفلسطينيين ومساعدتهم في إنشاء دولتهم الخاصة بهم، إلى جانب المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المهمشة والمعروفة بمناطق جيم. وأيضا نحن الآن بصدد إعادة النظر تعزيز القدرة الإدارية لأجهزة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية محلية تقودها هيئات مجالس منتخبة المرجعية هو الشعب. ورغم الصعوبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ هذه المشاريع، إلا أننا مصممون ومصرون على الاستمرار بتقديم هذه الخدمات وبناء هذه البنى التحتية والخدماتية في هذه المناطق. هذا الحراك وهذه المشاريع نحن نعول عليها كثيرا من أجل تعزيز صمود أهلنا في هذه المناطق المهمشة التي يحاول الإسرائيليين إجبار أهاليها على الرحيل واقتلاعهم من وطنهم. بدأنا بوضع الخطط والتحضير للعمل في منطقة جيم كصندوق بلديات، فنحن ننفذ مشاريع في كافة المدن والقرى الفلسطينية، وبدأنا بالاتصال بالدول المانحة. هذه المليونين الاثنين هم فقط بداية، هناك تمويل آخر من السويسريين بدأنا بالعمل عليه، وأيضا هناك تمويل آخر من بعض الدول الأوروبية. سيكون هناك ثقل أكبر للعمل في مناطق جيم.